وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من عمان الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل مساء الخير. دكتور، كيف تقرأ لهجة التصعيد الإيرانية بزيادة برنامج تخصيب اليورانيوم في حال انهيار الاتفاق النووي؟ مساء الخير. يعني لا شك أن هذه عبارة عن تصريحات لا قيمة لها أساسا. الآن الإيرانيون قبل جواد ظريف أعلن مرشد الثورة عن ضرورة ما يسمى بوقوف الجانب الأوروبي أو الدول الضامن للاتفاق النووي إلى جانب إيران، وحدد ثلاثة مرتكزات أساسية تريدها إيران من دول الاتحاد الأوروبي. الأول هو ما يتعلق بتقديم سلة حوافز خاصة بإيران لتعويضها عن الخسائر الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وهذا ما يتضمن ضرورة ما يعرف بضمان التحويلات المالية عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي إلى إيران بشكل مباشر، وتقديم أيضا حوافز مالية إلى إيران. الأمر الثاني عدم تدخل الاتحاد الأوروبي فيما يسمى بالبرنامج النووي الإيراني وسعي إيران إلى تسريع هذه وتيرة هذا البرنامج. والمطلب الثالث الذي أرادته إيران هو عدم تدخل الاتحاد الأوروبي فيما يعرف بهيمنة إيران ومحاولتها للعبور إلى المنطقة من خلال استغلال مداخل الأزمات الإقليمية. نعم. طيب دكتور نبيل، إذن يعني ما مدى واقعية تعويل الإيرانيين على الوعد الأوروبي في إنقاذ الاتفاق النووي والوقوف في وجه الولايات المتحدة، يعني بالرغم من انسحاب شركات أوروبية كبرى من السوق الإيرانية؟ يعني سؤال مهم ومحوري. أعتقد أن الأوروبيين يفاضلون في نهاية المطاف بين مصالحهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما الاقتصادية التي تصل إلى أكثر من 500 مليار دولار، وبين مصالحها المتواضعة مع الجانب الإيراني التي لا تتعدى أكثر من 20 مليار دولار. الاتحاد الأوروبي ربما هناك كثير من المؤشرات التي بدأت تؤكد ميل الدول الضامن للاتفاق النووي من جانب الدول الاتحاد الأوروبي إلى المطالب ودعني أسميه السياسات الأمريكية، ما يتعلق بانسحاب كما تفضلت الشركات الكبرى من السوق الإيرانية خاصة في مجال النفط والغاز. احنا عم نتحدث عن انسحاب شركة توتال الفرنسية اللي كانت مهتمة فيما يسمى بقطاع الغاز وتطوير حقول الغاز في إيران، بالإضافة إلى الشركات الأساسية السيارات مثل بيجو ورينو وغيرها من الشركات. هذا بالإضافة إلى سحب الاتحاد الأوروبي لصفقة الطائرات المدنية التي تعاقدت إيران على شرائها. في واقع الأمر أنا بعتقد أنه عدت على الأوروبيين أن يفاضلوا بين مصالحهم ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالملف الإيراني. دول مجلس التعاون الخليجي هي دول مهمة ومحورية، وهي دول تشترك بعلاقات صراعية مع الجانب الإيراني نظرا لسياسات إيران للعباسية والدعم للإرهاب في المنطقة. وبالتالي على الأوروبيون أن دعني أسمي أن يأخذوا بعين الاعتبار نظرة هذه الدول وعلاقاتها مع الجانب الإيراني، وأن يكونوا عامل ضغط مهم لشن إيران عن سياساتها التوسعية ومحاولة إيجاد ملحق إضافي للاتفاق النووي يضمن التهدئة مع إيران، يضمن عدم تدخل إيران في المنطقة، يضمن أيضا منع إيران من محاولة زعزعة استقرار المنطقة من خلال مداخل الأزمات الإقليمية ووجودها المدمر من خلال الحريق الإقليمي، بالإضافة إلى معالجة الثغرات الموجودة في الاتفاق النووي. هذا بالإضافة إلى نقطة مهمة ومحورية، دور إيران من خلال تسريع برنامجها الصاروخي الذي لا يهدد فقط الأمن الإقليمي بل الأمن العالمي برمته. نعم. من عمان الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك.